عندنا حركة بهذا الشكل وحركة بهذا الشكل. أنت كطالب لابد أن تفرق بين هذه الحركة وهذه الحركة. حركة واحدة دي تأتي بالحاء وما في حكمها، أما رقم اثنين دي تأتي برسم حرف الصاد والطاء. الصاد المفردة هي نفس الحركة، وأضيف إليها النون أول واحد واثنين هتجيب لي حرف الصاد المفردة، ونيجي لميزانها هنا نقطتين ثم نقطة والدوران نقطة، والنون كالعادة زي ما عارفين الكاسة نقطتين. طيب نرجع لشكل تاني لحرف الباء، هذه هي الباء. هعملها على مقطعين، المقطع الأول ثم المقطع الثاني. هاخد المقطع الأول لا وده الثاني، هاخد المقطع الأول مقاسه ثلاث نقاط، زائد النون أو كاسة النون هيدينا السين. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في لحد دلوقتي كل هذه الحروف على السطر ما عدا الحاء والعين لحد هذه اللحظة. دي ثلاث نقاط. نيجي الى حرف الالف، ايضا يمكن ان ندخله كحركة في رسم حرف الكاف، وهنا اقدر استخدم هذه الهمزة واقدر استبدلها بشكل اخر في رسم حرف الكاف. هرسم دال هنا بحيث ان دي تساوي نقطة ودي تساوي نقطة. الألف معروف ثلاث نقاط، ونزول الباء نقطة على السطر برضو على السطر. انتقل إلى حرف الميم. لا، قبل الميم في نستخدم الألف في اللام. أجي كاسة هنا على السطر بتاعت اللام يديني حرف اللام واحد اثنين ثلاثة وسقوط نقطة. حرف الميم نقطة ثم أعيد عليها كده شوية وانزل تحت السطر، يبقى دي ثالث حرف ينزل تحت السطر. ممكن الميم تبقى متصلة بميم أخرى زي مما أو ممنوع تلاحظوا برضو أني أحافظ أن الواو ليست من الحروف التي تنزل تحت السطر في الرقعة. كلمة ممنوع تطبيق بسيط. ممكن ميم ألف الاتصال عادة النقطة،
الوصل ما بين الميم والألف نقطة. ميم راء لازم أعمل الديل الصغير ده عشان أرسم راء. ميم راء ميم حاء مثلا، أدي الميم، أعمل الديل البسيط ده عشان تستقبل الحاء وبرضو ترتكز على السطر. متصلة زي جيم ميم جمال مثلا، برضو تلاحظ مع استخدام الحاء مع الميم ألف إن نهايتها تبقى على السطر ليست من الحروف التي تنزل تحت السطر.